اهلا بيكم من جديد. الحوار النهارده في حديث القاهره هو حديث عالمي، هيشاركنا فيه اطراف متخصصين وليهم رؤى خاصه هتكشف لنا ابعاد اخرى لقضيه الحرب اللي مأثره على العالم دلوقتي، روسيا واوكرانيا، مين اللي جر مين. في امكانيه فعلا زي ما قلنا لاستجابه المجتمع الدولي لنداء بيقول تحمل مسؤوليتك امام العالم وامام شعوبك ان احنا نوقف الحرب، ولا مفيش امكانيه دلوقتي؟ انت بتشوف اشياء مش ممكن تتحقق الايام دي. هيشاركنا في الحديث النهارده ضيفنا العزيز هنا في استوديو حديث القاهره الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ المصري. منورنا جدا يا استاذ. مساء الفل. اهلا بحضرتك. والحوار ايضا هيكون شريك فيه اساسي علشان نفهم الرؤى من على ارض الواقع من ضيوفنا الاعزاء اللي هيشاركونا من سان بطرسبرغ عبر زوم. هيكون معانا الدكتور مسلم شعيتو الخبير في الشؤون الروسية والعلاقات الدولية، وأيضا من كيف الدكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار مستشار رئيس الوزراء الأسبق، ومن العاصمة البريطانية لندن معانا عبر زوم الدكتور كامل حواش الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بيكم جميعا. ونبتدي الحوار من استوديو حديث القاهرة. أستاذ عماد، مين جر مين للحرب الروسية الأوكرانية؟ أولا تحياتي للضيوف الكرام من العواصم المختلفة، وتحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. ده سؤال بقي خارج المقرر زي ما بيقولوا، بمعنى بغض النظر ممكن نتكلم فيه كتير جدا، لكن ما عادش يفرق كتير من اللي جرى. في مصيبة حصلت ووقعت وبي في واقع زي الحرب العالمية الثانية مثلا، أو الحرب العالمية الأولى، أو الحروب الكبرى. لم يعني أحيانا بيبقى فيه صراع دولي سيصل إلى الذروة، لكن مين الاحتلال البريطاني لمصر حصل؟ قيل انه فيه واحد مالطي اتخانق في اسكندريه، فالبريطانيين تدخلوا عشان يحموا الجاليات الاجنبيه بحجه حمايتها، مش عايز يحتل مصر. الدوق ما اعرفش مين في النمسا حصل ايه. هتلر كان بيشعر انه المانيا ظلمت في الحرب العالميه الاولى، والمعاهده فرساي ظلمتها ظلما تاريخيا، فكان عايز يعدل الوضع من وجهه النظر الالمانيه. الروس انا عندي يعني تقدير الشخص ان هم ظلموا في ترتيبات ما بعد انهيار سور برلين وانهيار الكتلة الشرقية او حلف وارسو، وقالوا ان الامريكان والاطلنطي وعدونا وعود حقيقية، وقالوا لنا انه هذا الحلف لن يتمدد شبرا واحدا. وطبيعي في العلاقات الدولية مفيش حاجة اسمها تعهد، التعهد بيبقى موجود في اللحظة دي بس، حينما تسمح الظروف بالتمدد الناس بتتمدد، دي السياسة. بوتين حس الراجل يعني درس الوضع من 2000. بوتين قال لأكثر من حد ومنهم نبيل فهمي والمشير عبد الفتاح السيسي في هذا الوقت لما كان وزير دفاع ووزير خارجيه، راحوا في 2+2، قال لهم ده كلام قاله نبيل فهمي بالفعل، ان احنا الكبرياء الروسي جرح واحنا عازمون على استعاده الكبرياء الروسي. فالراجل كان واضح في 2014، خد القرم في بدا في ان هو قرأ الخريطة انه الوضع يسمح ان هو يستعيد ما يعتبره الحق الروسي الاصيل، ان يبقى فيه نفوذ وان فيه احترام للدور الروسي وان حلف الاطلنطي لا يتمدد، ما يراه الروس من امن قومي لبلادهم. الغرب واللي كان مقتنع به الغرب وامريكا وقتها، حلف الناتو وامريكا، لان في هذا الوقت لما حصل ان روسيا قالت وهتتوحد المانيا لكن بشرط ان لا يحدث تمدد للناتو في هذه المناطق، وحتى وان كان غير موقع كمعاهده لكنه كان تم الاتفاق عليه، كان موقع عليه اجزاء. بس النقطه المهمه انه الامريكان قالوا ان الاوروبيين اخطاوا خطا تاريخي حينما تقاربوا اكثر مما ينبغي مع روسيا، وحينما وقعوا نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 بني بالفعل ولم يكن يحتاج الا رخصه التشغيل، وفي تسجيلات وتعدوا عليه في الثمانينات، في تصريحات امريكيه واضحه من 2000 تقريبا لحد يمكن 2008 بتقول ان هذا الخط ما كان ينبغي له انه يعمل، ونحن علينا ان احنا نوقفه. ليه؟ لانه التقارب الروسي الاوروبي خطر على الولايات المتحده من وجهه نظرها، بيفكك فكره حلف الاطلنطي. فالمهم حتى هذه اللحظه ظني الشخصي انه الحسابات الروسية لم تكن دقيقة بما فيه الكفاية. حتى هذه اللحظة الخاسر الاكبر في المشكلة اللي احنا فيها دي كلها نمرة واحد اوكرانية اللي هي تقريبا دمرت او في طريقها للدمار.
صحيح. الدول الصغيرة التي تأثرت تأثر كبير زي مصر وكل أفريقيا والدول اللي بتعتمد يعني في غذائها أو في طاقتها على هناك، طبعا المستفيد الأكبر حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية. هو ده كان أصل السؤال يا أستاذ عماد، يعني لما قلنا من يجر من، غالبا بحسابات الخسارة والمكسب يصبح يعني أصابع الاتهام متجهة إلى جهة محددة. أنا مش هقول اتهام، أنا برضو للأمانة الأمريكان ما ضربوش بوتين على إيده عشان يروح، ألم يجبروه بشكل أو بآخر وارتضت أوروبا أنها تلعب دور العامل المساعد لأمريكا؟ لا، أنا تاني السياسة ما فيهاش حاجات أن في حد زق حد. أنت راجل اللي هو بوتين عندك شعور أنك أنت عايز تجيب مجد بلدك وتعيد أوكي حقك، بس لما تاخد قرار طبعا انك تكون حاسبه من كل الحسابات ومن كل المجالات ومتوقع كل السيناريوهات. ما حصلش ده، حصل ان هو غرز في الامريكان بالغاز والبترول بيدوه للاوروبيين بفلوس عاليه جدا، هم المستفيدين اقتصاديا، هيستنزف روسيا في اوكرانيا، بيحضر لمعركه الصين ودي المعركه الكبرى بالمناسبه مش المعركه مع روسيا، سيناريو كبير. بس دايما في مثل عظيم بيتقال حينما تتصارع الافيال فان العشب هو الضحيه، العشب في هذه المعركه هي البلدان الغلبانه العالم الثالث المساكين دول. صحيح، البلدان الغلبانه في المقام الاول واوروبا اصبحت المتضرر الثاني اللي مش أوروبا عارفين. اوروبا لما يعني بمناسبه المناخ الغرب كان بدا يستغنى عن الفحم والوقود الاحفوري، النهارده المانيا بترجع للفحم. صحيح. بسبب ازمه ما سببه الحرب الروسيه الاوكرانيه وضربت ازمه، يعني عطلت جزء كبير جدا من تقدم في محاربه الاحتباس الحراري، لما انت ترجعي تستعملي الوقود الاحفوري من نفط وغاز وفحم وبتاع، ما ده ضرر وكلهم بيجازفوا حاليا كحكومات امام شعوبهم اللي اصبحت تتظاهر لان الازمه تتفاقم. مصر كانت تستورد طن القمح من روسيا يوم 23 فبراير ما قبل الغزو بيوم ب 275 دولار، ارتفع فجاه الى 550، بدا ينزل شويه. برميل البترول كان بيباح في الاسواق العالميه برنت بحوالي متوسط من 60 الى 70، في لحظه من اللحظات ب 139، دلوقتي ما بين 90 ل 100. لما بيزيد الدولار البرميل دولار واحد بس في بعض الدول بيكلفها 6 و7 مليار سنويا. فبالتالي خلينا نقول الفاقد والخساره بيدفعها الجميع. في ازمه، في اسوأ ازمه ركود تضخمي، يعني في تضخم عالمي بركود تضخمي مرشح تبقى حاجة أصعب مما كان عليه في 1929. يعني حتى المستفيد الأكبر من ما حدث اللي احنا قلنا عليه أمريكا حتى الآن هي المستفيد الأكبر، هي أيضا تعيش حالة من حالات الخسارة. لكن في روسيا الرؤى أكيد بالنسبة لنا مهمة. الدكتور مسلم شعيتو الخبير في الشؤون الروسية والعلاقات الدولية، دكتور القناعات الموجودة الآن في روسيا، هل تم الدفع بروسيا إلى هذه الحرب وهناك تعاطف مع القرارات الروسية؟ وهل حجم الخسائر اللي موجودة على الأرض بعد حجم العقوبات التي تفرض يوما بعد يوم على روسيا بتؤثر بالفعل على الأرض بالشكل اللي بتظهره وسائل الإعلام العالمية؟ مساء الخير إليك وللشهود وأيضا لضيوفك الكرماء، وأنا أؤيد الأستاذ عماد الدين بتحليله. بالإضافة إلى ذلك وردا على سؤالك، نعم روسيا جرت إلى هذه المعركة، وأنتم تعرفون وتابعتم عندما انسحبت القوات الأمريكية فجأة وكأنها من أفغانستان كان واضحا لروسيا أن المعركة قربت جدا في منطقة الدنباس، قربت بمعنى أنها ستكون معركة هجومية. لكن القصف والقتل اليومي استمر منذ 8 سنوات رغم اتفاق مينسك التي كانت تتمسك به روسيا، والدول الأوروبية وتحديدا الولايات المتحدة كانت تدفع أوكرانيا لعدم تنفيذ هذا الاتفاق. هذا الاتفاق كان يمكن أن يصل إلى مستوى إزالة التشنج والوصول إلى نوع من الحل السياسي لعدم الوصول إلى معركة عسكرية. نعم المعركة وقد بدأت، هنا يمكن أن لا نتوقف كثيرا عند من يتحمل مسؤولية الحرب الدائرة حاليا، لأننا نحن نعرف وهذا موقفنا واضح، المسؤول هو فعلا الولايات المتحدة الأمريكية المستفيدة حتى الآن، المستفيدة في كل القطاعات. المعركة الاقتصادية بالنسبة للولايات المتحدة هي دمرت الاقتصاد الأوروبي وبدأت تحل محله، هي دمرت خط السيل الشمالي 1 و2 وهذا كان هدف استراتيجي عند الولايات المتحدة، صرحت عنه قبل بدء العملية عندما زار شولز
الولايات المتحدة تقريبا في 8 فبراير قبل بدء العملية بأسبوعين أن هذا الخط يجب أن يتوقف، وأنتم تعرفون أيضا وهي سعت لذلك من قبل بتدمير الخط الخاص بالغاز من قبل في الثمانينات على ما أتذكر 82، لكن حتى ملاك من يمتلكون هذا الخط مع روسيا بالتحقيقات الجارية فيها حتى الآن لم يتم إعلان من قام بهذه الفعلة، رغم أن أصابع الاتهام واضحة والجميع متضرر من هذا الهجوم اللي تم على نورد ستريم 1 و2. نعم، روسيا أعلنت أن المخابرات البريطانية هي التي قامت بتفجير هذه الخطوط الاثنين، بالإضافة إلى أننا وأذكر هنا نحن نسمي معركة سوريا هي معركة الأنابيب، حيث كانوا يسعون إلى نقل أنابيب الغاز عبر سوريا إلى تركيا لضرب الغاز الروسي الذي سيصل إلى أوروبا، أو يمكن عدم سماح لروسيا أن تستعمل تركيا مصدراً لتوريد الغاز إلى أوروبا. إذن المعركة الاقتصادية هي أساس كل ما يحدث في المنطقة، ساحتها للأسف أوكرانيا، أو ساحتها للأسف هو الداخل الروسي الأوكراني، لأنهم شعب واحد، تقاليد واحدة، قيم واحدة، ولذلك هذه الحدة في الصراعات مفسرة لأنهم ينتمون إلى إثنية واحدة يقاتلون إلى النهاية، إن كان أوكرانياً أو كان روسياً. بالنسبة لانعكاساتها على الأرض الروسية، نعم هناك حملة إعلامية فعلاً، روسيا ضعيفة إعلامياً، لكن الحملة الغربية حملة فعلاً قوية جداً، تقلب الحقائق، تزورها، يتحدثون عن كارثة اقتصادية في روسيا والعكس تماماً الكارثة في أوروبا، يتحدثون عن مشاكل اجتماعية في روسيا والعكس تماماً في أوروبا، نحن نعيش في روسيا، ليس هناك أي مشكلة في المواد الغذائية، ليس هناك أي مشكلة اجتماعية، نعم هناك شح في المعلومات وعدم وضوح لأنه فاشل إعلامياً الإعلام الروسي، أو بالأحرى جزء منه كبير يحاول الدفاع ليس عن روسيا مباشرة، إنما نعطي مثلاً يدافعون عن إسرائيل أكثر ما يدافعون عن روسيا، وهي إسرائيل التي تمول أوكرانيا ببعض الأسلحة، وهي التي تقوم بالاعتداءات وما إلى ذلك. هذا مثل بسيط جداً فعلاً نعاني منه في روسيا، لكن الشعب الروسي والطبقات الروسية التي تتعاطى السياسة هي مشمئزة من هذا الواقع الإعلامي، لكن أعيد وأكرر اقتصادياً، اجتماعياً، سياسياً الشعب الروسي وراء قيادته ويؤيد تماماً الرئيس بوتين بخطواته، ويدعو إلى الحسم وليس إلى المماطلة كما تجري العملية العسكرية حالياً. وهذا ما أعلنته القيادة الروسية حتى اللحظات الأخيرة، قالوا نحن ليس لدينا شروط حتى للتفاوض حتى هذه اللحظة، ولكن على أوكرانيا أن تكون جادة في نواياها. دكتور مسلم، واسمح لي أخذ الرأي من أوكرانيا أيضا، لأن فكرة ما يحدث في أوكرانيا على أرض الواقع، الدولة أصبحت مدمرة، ليست فقط بنية تحتية ولا تم تهجير شعبها بشكل كبير، ولكن العالم يحارب الآن، القوى الدولية العالمية تحارب الآن على أرض أوكرانيا. من المستفيد من هذا الوضع؟ ولماذا يضع الرئيس الأوكراني العقدة في المنشار زي ما بيقولوا؟ لا، ده احنا يتغيروا لي الرئيس السوق الروسي عشان أقدر أقعد على مائدة مفاوضات، إما إن احنا نرجع وروسيا تعيد كل الأرض اللي أخدتها بما فيها جزيرة القرم. خلينا نسأل سؤال من الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار من كييف. دكتور عماد، أهلا بك معنا في حديث القاهرة. يأتي لكم ست كريمة ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. يعني تعليقك على ما قلت، الموقف الأوكراني هو موقف يعني مستغرب، هي أوكرانيا تعاني وتعاني بشدة، ومع ذلك إذا تحدثنا عن المفاوضات تضع شروط معروف مسبقا أن روسيا لن تقبل بها. بداية اسمحي لي أن أشير سريعا إلى أننا نعيش أزمة كبيرة، ليست فقط أزمة حرب أوكرانيا روسيا، نحن نعيش أزمة في القيم، قيم السلم والوئام العالم التي ينشدها الجميع أو ينشدها الأخيار في عالمنا، هي أكبر خاسر حاليا. أما على صعيد الحرب الأوكرانية الروسية، نحن تفاجأنا، أنا أقيم في أوكرانيا منذ 20 سنة وأعمل في مجال أكاديمي ومجال اجتماعي وحاليا عضو مجلس عام لإدارة سياسة القوميات والحريات الدينية، يعني أعجبني في الشعب الأوكراني أنه شعب متسامح، وأعد رسالتي حاليا موضوعها عن التسامح. تفاجأنا بالهجوم الروسي، الخلاف الروسي الأوكراني معروف، هو أولا كما أشرتم وأشار ضيوفك الكرام، هو هناك يعني خلاف إقليمي كبير ليس أوكراني روسي، هو خلاف إن جاز التعبير غربي شرقي، وبالتحديد خلاف أمريكي روسي. الدول بعد الحرب العالمية الثانية كالصين وروسيا ودول أخرى
شعرت أن لها وزن أكبر ولابد أن تحظى بهذه الحظوة وتأخذ حقها. وهذا الأمر لم يرق أو يكن فيه توافق مع دول عديدة وخاصة أمريكا، فبدأ خلاف شرقي غربي. أوكرانيا لم تكن ولم ولا زالت لا تشكل أي خطورة على روسيا، وليست كذلك لا تشكل أي خطورة على أرض الناتو. ولكن باختصار شديد وتركيز، الأزمة باعتقادي بدأت عندما قدمت أوكرانيا في عام 2008 و2009 طلب رسمي للانضمام للاتحاد الأوروبي. لم يكن هناك ذكر إطلاقا للناتو، وكان هذا التوجه يعني أغلب الشعب. صحيح، والمظاهرات قامت وتغيرت على إثرها الحكومة وكل ما حدث وشاهدناه من تغيرات. سبب المظاهرات التي قامت أن الرئيس الأوكراني الذي هرب إلى روسيا سيد يانوكوفيتش سحب الطلب عندما كان رئيسا، سحب طلب الانضمام إلى أوروبا. هنا القوة الشعبية، ليست قوة غربية وليست خارجية، قامت بمظاهرات وحشود إلى اضطرته للانسحاب والهرب، وكونت كيان جديد. كان هناك بعض الأخطاء عند القيادة الجديدة عندما صرحت بعض التصريحات وتراجعت عنها، مثل منع اللغة الروسية وغير ذلك، ولكن هنا بدأ الشرخ. روسيا شعرت أن القيادة الجديدة التي ستأتي ستهدد يعني التناسق معها والتناغم، ويمكن أن تشكل يعني حرج لها، فبالتالي طب ومتى يا دكتور عماد متى اسمح لي 2014 باحتلال شبه القرم وأراضي الدنباس. صحيح، ورغم 13,000 على الأقل سقطوا، كانوا من خسائر هذه المعارك، إلا أن الأمور استمرت. طب دكتور عماد، يعني رأيك في من يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت أوكرانيا كرأس حربة لضرب روسيا وضرب أيضا القوة الأوروبية في ذات الوقت، وإذا كان الهدف الأساسي من ما حدث في أوكرانيا من سنوات هو الانضمام للاتحاد الأوروبي، من الذي فتح باب الناتو ودخول أسلحة الناتو إلى الأراضي الأوكرانية حتى تشعر روسيا بهذا التهديد؟ يمكن أن نقسم يعني الأمر لأمرين. الأمر الموضوع، القسم الأول يتعلق في هل هناك اهتمام أمريكي باستنزاف روسيا؟ طبعاً. هل هناك حتى يعني بعض التحليلات السياسية أين أيضا روسيا ليست مهتمة أن تكون أوروبا متماسكة وقوية؟ هناك آراء تقول بذلك، نحن لا نناقش هذا الأمر. ولكن إذا أخذنا بالجانب الآخر، أوكرانيا عندما تم احتلال أراضيها في 2014، وهذا مخالف للتشريعات الدولية ولقوانين الأمم المتحدة، وإن قبلنا به يعني ذلك أن هذا الأمر قد يتكرر في إفريقيا، في الشرق الأوسط، في شرق آسيا، في دول أخرى، فبالتالي كان هناك نوع من الخطأ باعتقادي لإمكانية يعني تقليل الفجوة من بدايتها، وكان بالأحرى بروسيا كشقيق أكبر أو جار يعني مجاور جار أبدي دائم لأوكرانيا أن تجد آليات وأدوات جديدة لإمكانية التفاوض والوصول لتوافق مع أوكرانيا. كون هذا الأمر لم يتم، وصلنا إلى نتيجة أن هناك أراضي محتلة شبه جزيرة القرم، وهناك أراضي محتلة في ليس كل الدنباس. ولكن عندما بدأت التفاوضات، روسيا دائما كانت تصر أن هذا الضم سيكون أبدي، وتطالب أوكرانيا بالاعتراف بضمها. وأوكرانيا بالتأكيد لا تستطيع، أي حكومة أوكرانية ستقبل بضم شبه جزيرة القرم بال 2014 إلى 2022 ستعتبر خائنة في نظر الشعب الأوكراني. فبالتالي كل الحكومات التي تغيرت في أوكرانيا رفضت قطعا بشكل كامل قبول الضم، إلى أن وصلنا إلى مرحلة التصعيد بطلب أوكرانيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي، ولم يكن أيضا مذكور الاتحاد الناتو. ولكن عندما دخلت القوات الروسية 24 فبراير كانت حقيقة صدمة كبيرة للشعب الأوكراني، وهنا بدأت أوكرانيا تبحث عن حليف. نعم، هذا الحليف لديه توجهات، لديه مصالح، ربما يريد استنزاف روسيا، إضعاف روسيا، يريد أن يكون القطب الأوحد. هناك تحليلات كثيرة نحن لسنا بصددها، لكن نحن كعرب ومسلمين للأمانة بالثالث من فبراير قبل بدء الحرب أقمنا مؤتمر صحفي في وكالة الأنباء الحكومية، ناشدنا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بمنع وقوع الصراع، وكنا الوحيدين على مستوى روسيا وأوكرانيا بالمناشدة، وهذه مبادرة ذاتية ليست حكومية. ولكن للأسف في ما حدث حدث، طبعا ما حدث حدث، لازلنا
ننادي بأصوات التعقل، ولذلك استثمرنا نداء فخامة الرئيس المصري. وهذا ما سنأتي له دكتور عمار، لأن هذه المبادرة عظيمة جدا. وإذا أنت تؤكد على أن أوكرانيا دفعت دفعا لأن تستعين بالناتو، لأن لم يكن لديها غطاء يمكن أن تواجه به ما يحدث. هي تريد أن تدافع عن أراضي. إذن الحديث من لندن عبر زوم الدكتور كامل حواش الكاتب والمحلل السياسي. وبريطانيا متهمة على لسان روسيا بأنها من قامت بتفجير نورد ستريم، والأضرار التي لحقت ببريطانيا في حد ذاتها بدءا من العملة وانتهاءا بالخشية من رد الفعل الشعبي على الأحداث الاقتصادية الداخلية والسياسية هي ليست بالقليلة أبدا. من جرى من وما دور بريطانيا سواء كانت في الأزمة الخاصة بهذه القضية والاتحاد الأوروبي الذي يدفع الفاتورة، وهل يمكن أن يكون هناك يعني جزئية لم نرها في هذه المراحل التي مرت من بريطانيا؟ دكتور كامل ياريت تجاوب لنا على السؤال. أهلا بحضرتك. أهلا بك وبالضيوف الكرام وبالمشاهدين. يعني أول ضحية في أي حرب هي الحقيقة، فمع أننا نسمع ما سرده كل ضيف عن ربما ما من كانت الدولة التي تريد بدء هذه الحرب أو دور أمريكا أو غيرها، يعني ما شاهدناه نحن مثلا في بريطانيا وفي أوروبا هو بدء تجميع الجيش الروسي على حدود أوكرانيا، وكان وهذا يعني دق أجراس خطر كثيرة في الغرب وبالذات في بريطانيا والدول الأوروبية أيضا، اعتماد الجميع على الغاز الروسي مع أن بريطانيا لا تستورد الكثير من ذلك، والطاقة كان مهما جدا، الحبوب لم يكن أحد يعرف من عموم الشعب كمية الحبوب التي تذهب إلى دول العالم تأتي من روسيا ومن أوكرانيا، فكان هناك بعض يعني الاستغراب أولا لأن روسيا قامت ببدء الغزو. نظرة بريطانيا وقتها كانت واضحة أن الحكومة البريطانية وقفت كليا مع أوكرانيا، وكان بوريس جونسون رئيس الوزراء يعني كان هو وزيرة خارجيته من أول من الدول يعني اعتبروا نفسهم دولة قيادية في ذلك بالكلام عن أن القيم ولا يجب أن يكون احتلال وقانون الدولي، لم يقولوا ذلك بالنسبة لفلسطين وإسرائيل، ولكن فجأة وجدنا أن بريطانيا تغنت بهذه المعايير وأيضا ألحقت العقوبات السريعة والعالية ضد روسيا من بداية الأمر. طبعا بريطانيا في الناتو ولكن ليست في الاتحاد الأوروبي لأنها خرجت من الاتحاد الأوروبي، فدخولها بالموضوع كان من موضوع الناتو. على فكرة يعني في الماضي طائرات حربية روسية اقتربت من المجال الجوي البريطاني وأرسلت طائرات بريطانية لاعتراضها وذهبت، يعني كان هناك مناوشات أيضا بين الدولتين، ليس كل يوم ولكن كانت تحصل، ولكن ما حصل هو أن بدأ أن يتشكل تخوف في بريطانيا وفي أوروبا مما قد يحصل لو دخلت روسيا، وصلت إلى حدود بولندا مثلا يعني حدود الناتو، وهذا ما دفعهم لأولا لم يستطيعوا لأنهم في الناتو وأوكرانيا ليست دولة في الناتو، وهذا ربما أهم من موضوع الاتحاد الأوروبي وجودها به، أن لم يستطيعوا أن يرسلوا جيوشا على الأرض ولكن قاموا بتسليح أوكرانيا. ربما روسيا، أنا أقول ربما لأن أعود أقول ليس هناك وضوح، لم تتوقع هذا الضخ الكبير للأسلحة، أحدث الأسلحة التي ضخت وأعطيت لأوكرانيا، وربما هذا ما منع تمدد روسيا بالسرعة التي ربما توقعت أن تحصل على كييف بفترة بسيطة، ولكن في الواقع أخذ ذلك وقتا طويلا. طبعا أكبر ضحية كان الشعب الأوكراني، وأيضا بالناحية الروسية الجنود الروسيين الذين فقدوا حياتهم، وأتى يعني موجات كبيرة من الهجرة إلى كل هذه الدول. بريطانيا استضافت البعض وتبرعت عائلات بريطانية لاستضافتهم، لم يكن موضوع حكومة، فهم كانوا الضحية. صحيح. الآن هل هناك إمكانية يعني الجو الحالي، هل يكون هناك توجه لمحاولة أن يجلس الطرفان ويكونوا جادين في وجود حل؟
هذا ما سمعناه حتى من أمريكا بدأت تتحدث عن ذلك ولم تكن تتحدث عن ذلك في الماضي، وأيضا ما تطرق له الرئيس المصري في القمة. وهذا ما سنناقشه الآن، هو إن كانت هناك، يعني احنا استعرضنا في الجزء الأول الأسباب الرئيسية ومن جر من حتى نصل إلى هل المستفيد من هذه الحرب أو المستفيدون انتهوا واكتفوا، وهل الخاسرون تعلموا الدرس وعرفوا إن لم يعد هناك مفر من إن هذه الحرب تنتهي. من هنا جاءت دعوة السيد الرئيس أمام قادة العالم، دعوة صريحة وبسيطة على العالم أن يتحمل مسؤولياته وقادته أن تتحمل، ونحن كمصر ما سيطلب منا سنقوم به على أكمل وجه حتى تنتهي هذه الحرب. رؤية طيبة من رئيس طيب، لكن هناك خطوات إن تمت يمكن أن نتفائل، وهناك خطوات إن لم تتم معناها أن هذا مجرد كلام وسيذهب هو أيضا مع الريح. إيه الخطوات التي إن تمت يا أستاذ عماد يمكن أن تتحقق رؤية الرئيس المصري اللي أطلقها ويستجيب لها العالم ويتحمل العالم مسؤولياته؟ أولا طبعا شيء طيب أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي يطرح هذه المبادرة في مكان تجمع دولي كبير جدا، العالم كله موجود ويطرح هذا الأمر. ومش بس طرحه، الرئيس حرص قال نحن لا نطرح ده بحثا عن دور، احنا بنطرح ده لان احنا يعني مش بس كمان حرصا على السلام العالمي والاستقرار والشرعيه الدوليه، لا بنطرحه بمنطق لان احنا كمان متضررين، نعاني. مصر من اكثر الدول التي تضررت، يعني اذا كانت اوكرانيا نمره واحد ففي العالم النامي ربما تكون مصر في المقدمه. صحيح. 80% من الحبوب بتاعتنا بتيجي من الدولتين، 80% من السياحه بتاعتنا كانت بتيجي من الدولتين. صحيح. فتخيل البترول، احنا بنستورد فاتورة بترول كتيرة جدا، احنا بنصدر غير شوية لكن البترول الرئيسي احنا اضطرينا فيه ضرر شديد جدا. جزء اساسي من الازمة الاقتصادية في مصر، مش كل الازمة، سببه الحرب الاوكرانية عندنا وعند دول كتيرة جدا. الدول الاوروبية شايفين اللي بيحصل فيها ايه، ازاي رجعت للفحم مثلا، او ازاي ان فيه لاول مرة يبقى فيه مظاهرات في دول اوروبية بسبب الاكل والشرب والزيت والسكر والحاجات دي. حكومتهم اصبحت مهدده، وكل رئيس حكومه يريد ان يتنحى عن منصبه حتى لا يتحمل مسؤوليه تاريخيه قدام الازمات. شفنا تغييرات في بريطانيا مرتين، في ايطاليا اليمين المتطرف صعد، اليمين بدا الشعبوي يبقى اكثر وضوحا في اوروبا الشرقيه، يعني غير النموذج المجري فيه السويد من كام يوم من حوالي كام اسبوع اسف صعد الحزب اليميني المتطرف. طب ايه اللي ممكن يحصل دلوقتي من سيناريوهات تحل تقول لنا ان احنا ممكن نتجه للحل يا استاذ عماد؟ التطور المهم الذي حدث انه في حاجه اسمها يعني انهاك الجميع، ان كل المعسكرين او الاطراف، انت لما بدات الحرب روسيا داخله انها تخلص في اسبوع، وامريكا كان عندها يقين انها تقضي وتستنزف على روسيا. من الواضح انه الطرفين يعني درسوا بعض كويس قوي، الأوروبيين والأمريكان تحديدا فعلا ضخوا مزيد من الأسلحة الحديثة جدا جدا إلى الساحة الأوكرانية لاستنزاف روسيا. بس كمان عندهم بدأ يبقى فيه كلام في الصحافة الغربية أنه الأمريكان بيقولوا والأوروبيين لأوكرانيا نحن لا نستطيع أن نستمر في هذا النزيف. وفي نفس الوقت روسيا تعبت وانهكت إلى حد كبير. فبالتالي احنا في طوال الشهور الماضية لم نسمع كلمة حل دبلوماسي تتردد على لسان مسؤول امريكي. ربما كانت جت من الحزب الاشتراكي الحاكم او اليمين الوسط الحاكم في ايطاليا قبل تغييره، وكان الناس بيستعجبوا اخواننا لما يبقى في حرب الطبيعي ان احنا نبحث عن حلول دبلوماسيه. صحيح. لكن كان الشعار الامريكي اللي هو فرض عقوبات واجهاد روسيا على ولو حد روسي اتكلم، يعني كان فيه اصوات المانيه ذات يوم السفير الاوكراني في برلين يعني تحدث بطريقه غير دبلوماسيه لدرجه الناس قالوا انت يعني باي صفه انك بتتكلم بهذه الطريقه، يعني انت راجل استقواء بالخارج. بس استاذ عماد لان الوقت بتاعنا بيخلص، انا عايز الوضع باختصار انه في الانهاك ده سيدفع الجميع الى البحث عن حل وسط، وده ربما يكون المتغير. لاحظي انه محمد بن سلمان اتكلم وقال ان احنا ممكن نتوسط، محمد بن زايد تحدث، وفي بعض اردوغان طبعا تركيا من اوائل الدول للامانه، اوكرانيا رحب النهارده قال انا ايضا علينا ان نتحمل مسؤوليه تجاه الشعوب. طرحت الاصوات كتيره جدا لكن لم يتم الاستماع الى من هذه الاصوات لانه كله كان بيحل الطرفين الاساسيين مش ما بيردوش مش واخدين بال. لكن دلوقتي انا اظن مع الانهاك المستمر اظن قد يكون هناك فرصه لسلام المضطرين او وقف حرب المضطرين، مش حد فيش حد بص وانت فايزه وانت بتكتسح حرب مش هتسمعي، لما تحس انك بتخسري وان عامل الخساره بيه اقوى هتبتدي تفكري في حل الدبلوماسي. فهذه هي اللحظه التي ربما يمكن استغلالها. عظيم. طيب الدكتور مسلم في دقيقه وجهه نظرك كيف يمكن ان تكون بدء
بدء تفعيل الاتجاه نحو إنهاء الحرب؟ يعني دائما الحروب تنتهي بتغيير موازين القوى لصالح أحد الطرفين أو لمعادلة معادلة متوسطة ما بين الاثنين عندما ينهكان سويا. يعني مبادرة الرئيس السيسي قد تكون أحد النداءات التي بدأت تسمع في العالم نتيجة للأزمة التي انعكست على البشرية، وخاصة الأزمة الاقتصادية التي نحن نعرف أن سببها أوروبا نتيجة سرقتهم للمشتقات القمح الأوكرانية. روسيا مستعدة للمفاوضات ومستعدة للحل ضمن الشروط التي وضعتها، وهي معروفة وليست كثيرة. أولا، ممنوع تكون أوكرانيا في الناتو، أن لا تمتلك أسلحة دمار شامل، أن تفكك المعامل البيولوجية والكيميائية التي بنتها الولايات المتحدة الأمريكية، أن تحترم حقوق وتقاليد وعادات الشريحة الروسية الموجودة في أوكرانيا. هذا إن حدث يحدث ما هو مرغوب من أوكرانيا. دكتور عماد أبو الرب، ماذا إن حدث يمكن أن نتجه نحو التسوية في هذه الحرب أو حتى إلى حلحلة الموقف؟ كما نعلم سيدتي أن الرئيس زيلينسكي في 21 من مارس نتيجة الشروط والإملاءات الروسية التي لم تقبل ويقبل الجانب الروسي أن تكون يعني محط نقاش، وإنما كان ينتظر من الجانب الأوكراني فقط الموافقة عليها، طلب مقابلة مباشرة مع الرئيس الروسي، وفي للأسف لم تتم هذه المقابلة، وبعدها بدأت التعنتات. باعتقادي لابد للوسطاء وخاصة الدور المصري الكبير الذي نؤمن فيه خيرا، ونحن هنا في أوكرانيا قمنا في مبادرة حقيقة، أكثر من 20 مؤسسة من كبرى الجاليات العربية والمسلمة في أوكرانيا يعني أعلننا تثميننا لجهود فخامة الرئيس المصري ودور مصر الكبير والريادي التي تحظى كونها تحظى بثقة واحترام أوكرانيا وروسيا، وبالتالي يمكن أن يكون لها دور. وحتى تنجح في هذا الدور باعتقادي لابد من التعرف والوقوف على كل المعيقات. هناك دول ليس لها مصلحة في وجود هذا التوافق، هناك دول لها مصالح سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو غير ذلك. باعتقادي يمكن أن تكون هناك زيارات لكل جانب، زيارات مكوكية للبحث كل مطالب كل طرف على حدة، واستثمار هذا الاستنزاف الذي يعني تم للبلدين، كل بلد متضرر، روسيا متضررة بشكل كبير وأوكرانيا متضررة، فيمكن أيضا الخروج من هذه الأضرار التي وجدت بآفاق جديدة من خلال ممارسة دور جديد الوسطاء، ولابد البحث عن آليات وأدوات جديدة. والوسطاء زي ما حضرتك قلت أنتم تدعموهم، ونحن نشكركم على هذا الدعم الشعبي العظيم اللي تم في أوكرانيا. تمام، عظيم. طيب، من بريطانيا الدكتور كامل الحواش، الرؤية الأخيرة لك قبل الختام. يعني أعتقد أن نختم على فصل الشتاء وأهمية أسعار الطاقة وغيرها، موضوع الحبوب، فالشعوب هي التي تضغط على حكوماتها لإيجاد حل، فأعتقد هذا ما سينمو. وأعتقد أن المباحثات التي حصلت أو الزيارات بين مسؤولين أمريكيين وروسيين قد تكون هي المفتاح، لأنه كما قيل في البداية من كان المستفيد؟ ربما أمريكا الآن الاستفادة انتهت إلى حد كبير، فمن المهم جدا أن تدفع أمريكا أوكرانيا إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، ولكن أيضا أن يكون هناك تأمين لما تخشاه روسيا من الوضع الذي كان هناك يوم 23 فبراير وتشيتها من تمدد الناتو. عظيم. إذن الاتجاه نحو الحلحلة ليس ضرب من خيال، يمكن أن يتحقق بالفعل بتوافر إرادة حقيقية ووسطاء. شكرا جزيلا لضيوفنا اللي شاركونا عبر زوم من العواصم المختلفة، الدكتور مسلم شعيتو من سان بطرسبرغ وهو الخبير في الشؤون الروسية والعلاقات الدولية، ومن كييف الدكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار ومستشار رئيس الوزراء الأسبق، ومن بريطانيا عبر زوم شاركنا الدكتور كامل حواش الكاتب والمحلل السياسي. شكرا لخبرائنا وأساتذتنا جدا، والشكر موصول هنا أستاذ عماد. يعني أنت متفائل؟ السياسة لازم تكوني متفائلة طول الوقت، لأنه عدم التفاؤل يأس، ما ينفعش في السياسة. ده شيء عظيم. خلينا ننتهي زي ما ابتدينا بالتفاؤل. انتهت حلقتنا النهاردة مع شكري العظيم والجزيل للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير الشؤون والمجلس. شكرا جزيلا. أشكرك. ما يحدث في روسيا وأوكرانيا مؤثر على العالم كله، مؤثر علينا احنا في مصر. هذا النداء الصادق اللي خرج من قمة المناخ
على العالم أن يتحمل مسؤولياته أمام شعوبه، وهناك أمل وتفاؤل. خلصت حلقتنا النهاردة خلاص من حديث القاهرة. بكرة وبعده أربع خميس جمعة معاكم زميلنا العزيز الكاتب الصحفي الكبير والمفكر الأستاذ إبراهيم عيسى، ويوم السبت قابلكم زميلي العزيز خير رمضان، وألتقيكم مع يوم الحد إن شاء الله. تصبحوا على خير.